الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. صدق الله العلي العظيم. بالصراحة سؤال، النبي الأعظم خاتم الأنبياء محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، أليس هو رسول لجميع المسلمين؟ سؤال آخر، فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليهما وآلهما، أليست من أعظم ومن خيرة خلق الله عز وجل؟ سؤال ثالث، الظلم الذي وقع عليها، أليس هو من أعظم المظالم التي وقعت على وجه الكرة الأرضية في التاريخ؟ أجوبة هذه الأسئلة واضحة بديهية. إذن لماذا، سؤال حقيقي، لماذا نرى شطرا من المسلمين يتغاضون، يتناسون مصيبة الصديقة الكبرى صلوات الله عليها؟ جواب هذا السؤال واضح، لأن ذكر مصيبتها يعد طعنا في شخصيات. ولكن هل هذا التبرير تبرير صحيح؟ هل هذا العذر مقبول عند الله عز وجل؟ السكوت على ظلم عادي لشخص عادي يعتبر جريمة، التغاضي، التغافل، التناسي لظلم عادي يعتبر شيئا كبيرا عند الله عز وجل، فكيف بتناسي وتغافل ظلم بهذا الحجم لشخصية بهذه العظمة بعذر أن ذلك يعد طعنا في أشخاص؟ فليكن، أنت تتناسى هكذا ظلم بهذه الحجة، بهذا العذر؟ عذر مقبول هذا؟
الإنسان لو اعتذر بهذا العذر لظلم عادي لشخص عادي فالعذر غير مقبول. الظلم وقع أم لا؟ وقع بالبداهة، لا ينكره أحد. من هي فاطمة صلوات الله عليها؟ لا أقول من هي فاطمة عندنا، لا، فاطمة الزهراء صلوات الله عليها عندنا من الأنوار الخمسة التي خلقها الله سبحانه وتعالى من دون أي واسطة قبل أي شيء. لا، الصديقة الكبرى مقامها عندنا شيء آخر. لا، أسأل من هي فاطمة صلوات الله عليها عندهم؟ هي سيدة نساء أهل الجنة. هذه الرواية الشريفة، هذا النص الشريف من كلام النبي صلى الله عليه وآله وارد في الصحاح بأسانيد صحيحة عندهم، ليس بالسند، بأسانيد صحيحة. اجعل يدك على أي كتاب من الكتب من كتبهم في الأحاديث الشريفة، الحديث مذكور في البخاري في أكثر من موضع من البخاري بأكثر من سند، الحديث مذكور في مصادر ومصادر. أقرأ لكم نصا نقله الحاكم النيسابوري في كتاب المستدرك على الصحيحين. تعلمون هذا الكتاب بعد البخاري ومسلم يعتبر أهم كتاب من كتب الأحاديث عنده. ينقل هذا الحديث حديث لطيف ويصححه، سند الحديث صحيح، طبعا لا يحتاج إلى تصحيح سند، الرواية متواترة أصلا، المعنى قطعا ويقينا من المتواترات. ينقل عن النبي صلى الله عليه وآله قال: نزل من السماء ملك فاستأذن الله أن يسلم علي، لم ينزل قبلها، فبشرني أن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة. اللهم صل على محمد. ثم يعلق الحاكم النيسابوري يقول: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. ملك خاص ينزل لأول مرة ليبلغ النبي صلى الله عليه وآله هذه المعلومة. ما كان أي شيء آخر حسب هذا الحديث، لا يوجد أي شيء ثاني، فقط وفقط نزل ليبلغ هذه المعلومة. طبعا النبي صلى الله عليه وآله يعلم، وهو معلم الملائكة، معلم سادة الملائكة، ولكن هذا الملك ينزل فقط وفقط، لاحظوا، لم ينزل قبلها، فبشرني، كلمة واحدة فقط قال لها له للنبي صلى الله عليه وآله: فبشرني أن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة. هذا تمييز لهذه القضية، لهذه المعلومة، تخصيص، تعظيم لهذه القضية. ملك لأول مرة ينزل فقط وفقط ليبلغ هذه الكلمة، هذه المعلومة. سيدة نساء أهل الجنة، يعني ماذا سيدة نساء أهل الجنة؟ من هن أهل الجنة؟ نساء أهل الجنة، في نساء أهل الجنة العظيمات الجليلات المضحيات العابدات الزاهدات، النساء اللواتي لم يكن لهن نظير في عصورهن في الجنة، السيدة خديجة في الجنة، مريم في الجنة، آسية في الجنة، كلثم
في الجنة زينب الكبرى، في الجنة أم كلثوم الصغرى، في الجنة فاطمة المعصومة التي زيارتها توجب دخول الجنة. اللهم صل على محمد وعلى محمد. كلمة جدا عظيمة، تزورها تدخل الجنة. هؤلاء في الجنة وسيدتهن جميعا فاطمة الزهراء صلوات الله عليها. اللهم صل على محمد. هكذا شخصية يتناسى ظلمها، يغض الطرف عن مصيبتها، جريمة هذه أم لا؟ فاطمة الزهراء من أبوها؟ أبوها ذلك الذي أنتم تتوقعون شفاعته. لا أقول أنتم، الأنبياء والرسل يتطلعون إلى شفاعته في يوم القيامة. تتوقعون شفاعته وتغضون الطرف عن الظلم الذي وقع على ابنته. أية ابنة ابنة يحبها ذلك الحب الشديد. كم كان حب النبي صلى الله عليه وآله لفاطمة؟ أيضا أقرأ لكم من مستدرك الحاكم النيسابوري حديثا صحيح الإسناد عندهم. الحديث ليس عن المولى أمير المؤمنين صلوات الله عليه، الحديث عن عمر. يقول عن عمر أنه دخل على فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: يا فاطمة، والله ما رأيت أحدا أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله منك. اللهم صل على محمد. ثم يعلق يقول: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجه. أحب خلق الله سبحانه وتعالى لرسول الله تظلم، وأنتم بهذه الأعذار تسكتون عن ظلمها، تغضون الطرف عن ظلمها وتتوقعون شفاعة النبي صلى الله عليه وآله. وأي ظلم؟ الظلم ظلم عادي؟ الظلم مثل هذا الظلم، امرأة تقتل في دارها بتلك الطريقة المفجعة. روايات فضائل أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، الروايات العادية ليس فيها شيء، يحاولون بكل طرق. هذا الحديث الشاذ، هذا المتن كذا. أيضا أقرأ لكم متنا من نفس هذا الكتاب المستدرك على الصحيحين، يذكر حديثا ويصحح الحديث ولكن لا يستسيغ. يقول هذا متن شاذ، مع أنه هو صحح، هو يقول رجال الحديث ثقات كلهم، يذكر واحدا واحدا. ما الحديث؟ اسمعوا، انظروا ترون شيئا في هذا الحديث، حديث عادي عادي مفهوم جدا، ليس فيه أي غموض، ليس فيه أي شيء. عن ميناء قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: أنا الشجرة وفاطمة فرعها، وعلي لقاحها، والحسن والحسين ثمرتها، وشيعتنا ورقها، وأصل الشجرة في جنة عدن، وسائر ذلك في سائر الجنة. يستسيغ هكذا حديث؟ لا، يعلق يقول: هذا متن شاذ، وإن كان كذلك، ثم يذكر السند ويصحح السند،
فإن إسحاق الدبري صدوق، واحد من رجال هذا السند، وعبد الرزاق وأبوه وجده، عبد الرزاق وأبوه أيضا في هذا السند، وعبد الرزاق وأبوه وجده ثقات، وميناء اللي روى عن النبي صلى الله عليه وآله، وميناء مولى عبد الرحمن، مولى عبد الرحمن بن عوف قد أدرك النبي صلى الله عليه وآله وسمع منه، يعني صحابي. السند لا مشكلة فيه أصلا، كل رجال السند ثقات عندهم. هذا متن شاذ، ما الشذوذ في هذا المتن؟ النبي صلى الله عليه وآله هو الشجرة، شجرة الإسلام، شجرة الدين، شجرة كل خير، هذا ينكر؟ فاطمة فرعها، هذا في غلط، في شيء لا يفهم، في شيء غامض، في شيء غريب. علي لقاحها، الحسن والحسين ثمرتها. لا، توجد مشكلة، توجد مشكلة. مصائبهم، مصائب الصديقة الكبرى أصلا يتناسونها كليا. يا أخي، مصيبة سيد الشهداء يوم عاشوراء، يوجد أحد من المسلمين ينكر هذه المصيبة؟ شخص واحد؟ يوجد أحد من المسلمين ينكر أن هذه المصيبة كانت مصيبة كبيرة، أن الفاجعة التي حدثت في عاشوراء فاجعة كبيرة جدا جدا؟ الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام الذي أصيب، من هو؟ هو ابن رسول الله، هو سبط النبي صلى الله عليه وآله. الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام يوجد شك في عظمته؟ حاشا، حاشا لله. الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، الحسن والحسين إمامان قاما وقعدا، الحسن والحسين، الحسن والحسين، كم لهج رسول الله صلى الله عليه وآله بذكر فضائل الحسن والحسين عليهم الصلاة والسلام. يوم عاشوراء يمر لا يذكرون اسم الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، لا أقول كثير منهم، أكثرهم، اسم سيد الشهداء لا يأتي في وسائل الإعلام، في مجال، أبداً، مع أن سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام قطعا استشهد في يوم عاشوراء بلا خلاف في ذلك بين المؤرخين، في كل ذكريات مواليد واستشهاد المعصومين عليهم الصلاة والسلام يوجد خلاف، في استشهاد الإمام الحسين لا يوجد خلاف، كل المؤرخين متفقون على أنه استشهد يوم 10 محرم. يوم عاشوراء يمر، تسمعون اسم الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام؟ أكثرهم يتناسون. أختم كلامي بحديث شريف، الحديث بسند صحيح عن يونس بن يعقوب عن الإمام أبي عبد الله الصادق عليه الصلاة والسلام قال: يا يونس، قال جدي رسول الله صلى الله عليه وآله: ملعون ملعون من يظلم بعدي فاطمة ابنتي ويغصبها حقها ويقتلها. ثم قال صلى الله عليه وآله: يا فاطمة البشرى، أو في بعض النسخ: أبشري، فلك عند الله مقام محمود تشفعين فيه لمحبيك وشيعتك فتشفعين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. يا فاطمة، لو أن كل نبي بعثه الله وكل ملك قربه أو قربه الله شفعوا، طبعا لو حرف شرط الامتناع، لو أن كل نبي بعثه الله وكل ملك قربه أو قربه الله شفعوا في مبغض لك غاصب لك ما أخرجه الله من النار أبدا.
شفاعة النبي مقبولة؟ لا، لو اجتمع الأنبياء، لو طبعا لا يشفعون لمبغض فاطمة، ولكن لو حرف شرط الامتناع، لو كان فيهما آلهة إلا الله، لو حرف شرط الامتناع هو أساسا، لو كان كل الأنبياء، ليس نبيا واحدا، كل الأنبياء وكل الملائكة المقربين لو كانوا يشفعون لمبغض فاطمة، الله عز وجل لا يعتق رقبته من النار، لا، لا يخرجه، ما أخرجه الله من النار أبدا، يعني لحظة واحدة لا يخرجه بهذه الشفاعة. الظلم على فاطمة لا زال مستمرا. ولكن فاطمة عندها ولد، هو الذي ينتقم للمظلومين من الظالمين. قريبا يأتي إن شاء الله تعالى هذا ابن فاطمة، المهدي من عترتي من ولد فاطمة. اللهم بحق فاطمة زد في قلوبنا حب فاطمة، اللهم زد في قلوبنا بغض أعداء فاطمة، اللهم وفقنا لخدمة فاطمة، اللهم ارزقنا شفاعة فاطمة، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل اللهم فرج مهدي آل محمد.